كيفية الدخول إلى صفحة الأدوات في نظام إدارة التعلم Blackboard. يوفر نظام إدارة التعلم Blackboard العديد من الأدوات والخدمات لكل مقرر دراسي، ويمكنك الوصول إلى هذه الأدوات لأي مقرر عن طريق الخطوات التالية. قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. تظهر لك صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار الأدوات من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح الصفحة الخاصة بأدوات المقرر، تظهر لك العديد من الأدوات من فصول افتراضية ومنتديات وإعلانات وغيرها من الخدمات التي تسهل عملية التعلم عن بعد من خلال نظام إدارة التعلم Blackboard.